صباح الخير البنات، صبحتوا بخير. هانيين صحيحه؟ كلشي مزيان؟ كاين شي غدا ولا باقي؟ لا انتوما معطلين بحالي. انتوما جوج تولوت، يلاه تقدينا الخضره، تقدينا داكشي اللي خاصنا ديال السيمانه. وهذه الخضره ديال السيمانه اللي فاتت شاطت ليا، كتبقى شايطه. اللهم غادي ندير بها واحد الطويجين خريديله بلا لحم، ولكن غنزيد معاها ضروري، غنزيد معاها هاد الدجاج بالفرماج. كاين هاد الشكل غولي، وكاين هذا مربع. ايوا صافي، كنجيبو شويه شويه من الحاجه، كدوز لينا هكا سيمانه ولا حتى 10 ايام، حيت حنا غير جوج الناس. ايوا هادشي اللي كاين. دابا غادي ندير الطويجين، وغادي نزيد معاه هادي وصلات عندي اليوم الحد، ما خرجناش، ما تغدينا لا برا لا والو. كانت عندي التقضيه وعندي بزاف د الحوايج، ايوا قضيتهم. ايوا صافي، دابا غادي ندير غير هادشي. بالنسبه للخضره، انا درت الثومه قطعتها غير طرونش، والبصله باش ما تذوبش الثومه، كتبقى زوينه هكا تاكليها مع المديغه. درت الكمون والتحميره وزويتها، وغادي نزيد دابا الملحه. هنايا زدت خيزو، وغادي نزيد الكرنب، نزيد شويه الماء صافي. بعد ما قطعت عاوتاني الخضره الاخرى، عاود نضيفها. دابا غنزيد البسباس، ها هو نزيد القليل من الملح، زيد شويه الملحه، حيت باقا غندير فيه حامض مصير. هادو رجيلات ديال البسباس خليتهم صحاح، وغادي ندير دابا الربيع. هنايا راه مرقت ودرت الربيع، صافي نخليها حتى شويه تنصص في الطياب، عاد نزيدها البطاطا ومطيشه والدنجال والفلفله. هنايا البنات زدت مطيشه وزدت شويه العطريه، بانت ليا قليله. دابا غنرمي الدنجال. هنا البنات زدت مطيشه وزدت الدنجال وزدت واحد شويه العطريه، حين جاتني قليله. صافي هنا البنات زدت الطيطه والفلفله الالوان، وغادي نزيد دابا مبقاش عندي الكمون، غندير غير كمون حبوب وشويه ديال التحميره والحامض مصير. دابا البنات جبت داك الفران اللي شريت، فرشت فيه هاد الورقه، غادي نجرب واش غادي واش ما غادي، محيده الطاوه واش غيحرق ليا هاد الغوله ديال الدجاج ولا لا. انا دابا استفتهم هنايا في الطاوه، في فوق هذا بلا طاوه منو هذا، وفرشت ليه الكاغيط. دابا غنعاود ندير له كاغيط من الفوق، ونتمنى ما يحرق لياش الطاوه، نتمنى اليدان ديالو يحرق لي الشطاوه. دابا غندير تكاغيط من الفوق، وغادي نشوف الا ما تحرق لي الشكاغيط راه مزيان. الطواجن ديالنا هو كي يطيب، وهذا ها هو غطيتو، حتى نشوفوا النتيجه. صافا راه بداو يطيبو، هذاك الكاغيط بدا يتحرق. البنات هانتوما، واخا حرقات من التحت، المهم حرقات في الكاغيط. هنا واحد شويه غنمسحو بغيا قبل ما ينشف. صافي طابو هنا مزيان. هانتوما هو مسحت هذاك شويه اللي كان طاح، صافي ما بقى فيها والو. هنا صافي الغديوه موجوده،
ها طويجين، وها دجاج غولي بالفرماج، شلاضه ديال باربه، وزويتنات، وخبيز ديال الدار، والله يجعل البركه. ها انتم البنات شوفوا مصطفى مطور ياكل ليا بالمعلقه والفرشاط، وانا جايب ليا الخباتات قاصة نضرب فيها. هاي 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 شوف ها الله يلا سعداتو، انا ما نقدرش ناكل بلا خبز. الله يلا سعداتو، وانا قاصة نضرب في الخبازات. ايوا بالصحه والراحه.